متابعتكم، ان شاء الله تكونوا عم تطبقوا وصفاتنا وعم تشاركوا فيها احبابكم. بحب اذكركم اذا في حال اي حدا طبق وصفاتنا وصورها انه يبعث لنا هذه الصور على صفحتنا على الفيسبوك Just Food Magazine. وبحب كمان اسمع اقتراحاتكم، اي اقتراح او تساؤل بليز فيكم تدخل كمان على قناتنا على اليوتيوب وانا حتواصل معكم بشكل مباشر. اليوم وصفتنا تراثية 100%، لكن انا رح ادخل فيها هيك طابع عصري. وصفة الشوش برك رح اعملها على شكل فتة، ما تخافوا كتير طيبة وبتكسر حدة الروتين شوي. يلا مع بعض نشوف وصفة فتة الشوش برك وطريقة تقديمها. عنا معلقة من معجون الطماطم، تقريبا معلقتين من البصل المقطع صغير، معلقتين من طماطم المفروم صغير، عندنا 200 جرام من لحم الغنم المفروم والمدبل مع شوية بصل وبهارات على النار، عندنا تقريبا كوب من لبن الزبادي المتوم محطوط له فصين توم وعصرة ليمونة ومعلقة طحينة، عنا معلقة من دبس الرمان، وعنا تقريبا بما يعادل حجم كف الإيد من عجينة الششبرك عبارة عن كوب طحين مع ربع كوباية مي ورشة ملح، تنعجن لحد ما تصير بالشكل هذا الطري هيك، وبتنترك لمدة ساعة لترتاح. رح نحط شوية طحين وراح بيصير عنا تقريبا شكل منبسط وتكون بهذا السمك. راح نجيب اي فنجان قهوة عندكم اياه، نحط على اطرافه شوية طحين ونبدأ نعمل دوائر بالشكل هاد. راح نجيب كمية بسيطة من اللحم المفرومة بهالشكل، هنحطها داخل كل واحدة من دوائر الششبرك، أول شيء راح نعمل نص دائرة أو زي ما بيقولوا هلال، شكل هلال بهالشكل هاد، نضغط منيح وبعدين الطرفين راح نحطهم فوق بعض بهالشكل كده، بالشكل هاد وهيك. راح نكمل بقية العجين بالشكل هاد وراح ندخله الفرن بس من فوق لتتحمر قطعة الششبرك، وبعدين راح نبدأ نعمل فتة الششبرك. وهذا شكل الششبرك بعد ما طلع من الفرن، حنلاقيه شوي يابس لكن هلا مع صلصة الطماطم رح يطرى ورح يعطينا النتيجة المطلوبة. نبدأ نعمل الصلصة الحمراء لوصفة فتة الششبرك، زيت زيتون، بصل، البندورة، رشة ملح، فلفل أسود، معجون الطماطم، معلقة دبس رمان. رح ندير شوية مي ورح نحط قطع أو حبات الششبرك داخل الصلصة. مش مشكلة، ورح نغطيها شوي. الششبرك وحنحط فوقيها اللبن المتوم حابة أزينها بشوية فستق حلبي ورشة بسيطة من البابريكا. وبهيك وصفتنا لليوم فتة الششبرك صارت جاهزة، بتمنى تجربوها وتنال رضاكم.